وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن الأوضاع وما ستؤول إليه في الأراضي المحتلة في ظل تصعيدات إسرائيلية، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس. دكتور سعيد، خلافات في التصريحات وتضارب في الأقوال ما بين جو بايدن وبنيامين نتنياهو، برأيك إلى ما سيفضي هذا الخلاف بشأن إقامة حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وإلى أي اتجاه ستكون الأوضاع القادمة؟ أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدينك الكرام. وعايزين نقول زي ما احنا سمعنا برضو في التقرير أن فكرة حل الدولتين، وإحنا دلوقتي بنسمع عن هذه الفكرة اليومين دول، هذه الفكرة ليست وليدة رغبة أو موقف أمريكي، بل هي رغبة وقوة مجتمع دولي منذ عام 1947 لما قسموا الدولة الفلسطينية. فلسطين التاريخية هي الوطن التاريخي للفلسطينيين، ولا أحد يعني يقدر يناقش في هذه النقطة من حيث الناحية التاريخية أو الإنسانية، من شمالها لجنوبها للبحر للنهر، فلسطين هي فلسطين عربية. ولكن اللي حصل في 47 أن بدأت الحرب السنة 48، وجي قرار المعروف بقرار التقسيم 181 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واللي بدأ يقسم أرض فلسطين إلى اللي احنا عارفين دلوقتي النسبة بتاعتها 78% لليهود و 22% للعرب. يبقى إذن دي قوة دولية، المجتمع الدولي أقر أن هناك دولة فلسطينية منذ القدم، منذ 48. يعني احنا مش دلوقتي مش محتاجين حد من الولايات المتحدة الأمريكية أن هو يجي يتكلم في هذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع مرتبط بإرادة دولية ومجتمع دولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية. لو حطينا عنوان بقى للي بيحصل اليومين دول أو اللي حاصل دلوقتي، والولايات المتحدة الأمريكية تاني بتعيد صياغة حل الدولتين وبتدور أن يكون في دولة فلسطينية، نقدر نحط عنوان وهو انقلاب السحر على الساحر. ما يحدث من توسع في هذه الاضطرابات وفي هذه الحرب الجيوسياسية، الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن في حسبانها أن هذا التوسع الكبير وينضم الحوثي وهجوم في البحر الأحمر. احنا شايفين أكثر من 26 هجوم على سفن تجارية في البحر الأحمر، وده ما بيهدد الأمن التجاري وحرية التجارة في البحر الأحمر، وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تعرف يعني أو لم تأخذ في هذا الحسبان هذا التوسع الجيوسياسي بالنسبة لهذه الحرب، وخاصة الأزمة الموجودة في البحر الأحمر الحالية، لأنها تعتبر من أكبر المخاطر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. يعني برأيك دكتور سعيد، وعفوا على المقاطعة حتى تكون الفكرة واضحة، هل بتعني ما تقوله من تحليل بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تعيد في ترتيب الأوراق مرة أخرى في ظل التصعيدات التي طالت المنطقة؟ طبعا، وليست فقط الولايات المتحدة الأمريكية بل المجتمع الدولي ككل. احنا بنشوف لسه التحركات الأوروبية أيضا، الاتحاد الاوروبي. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، لو احنا بنتتبع الموقف بالظبط، احنا الاتحاد الاوروبي انتبه لهذا الموضوع من حوالي شهرين بالظبط، لما ارسل وزير الخارجيه الفرنسي في من فرنسا لقطاع غزه على اساس ان هو يطالب نتنياهو بعدم توسيع الرقعه الاضطرابيه او الهجوم البري الوحشي في اسرائيل، خوفا ان يمتد هذا الهجوم الى جنوب لبنان، واحنا عارفين ان جنوب لبنان فيها قوات حفظ السلام من اليونيفيل معظمها من الجنود الفرنسيين. فاذا الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبيه عرفت مقدار هذا الخطر. اضيفي الى ذلك حضرتك ما يحدث في البحر الاحمر، حضرتك اكثر من 6 ملايين برميل من الزيت والنفط الخام والمواد البتروليه بتمر من هذا البحر الاحمر، 13% من حجم التجاره الخارجيه بين الاتحاد الاوروبي وقاره اسيا والدول الاسيويه بتمر من هذا البحر. يبقى اذا المجتمع الدولي ككل عرف اهميه عدم توسع نطاق هذا الحرب، الولايات المتحده الامريكيه عرفت ايضا. لكن في ظل هذا الضغط الدولي كما نتحدث، يعني برايك هل ستنصاع اسرائيل؟ هل ستتغير المواقف؟ هل الازمات الداخليه في الداخل الاسرائيلي وما تواجهه الحكومه من هذه الأزمات يضعها في الموقف المحرج الذي يجعلها تنصاع للضغوط الدولية وإقامة حل الدولتين؟ أعتقد أن ده يعني الضغط الامريكي هيؤثر كتير جدا جدا على اسرائيل وعلى موقف نتنياهو. عايز ارجع لحضرتك لتقرير لسه منشور امس في جامعه كولومبيا بيقول ان الضغط الامريكي على نتنياهو هو
فقط الذي يشكل فارقا في انهاء هذه الحرب وليست جزرة التطبيع. المقصود بجزرة التطبيع ان في ناس كتير وفي بعض المحللين بيقول ان الولايات المتحدة الامريكية بتتوسط ان نتنياهو يقف هذه الحرب من اجل استمرار التطبيع او اعادة الموضوع او المناقشة في التطبيع مع المملكة العربية السعودية، ولكن اسرائيل لن تتوقف الا بضغط من الولايات المتحدة الامريكية. طب والضغط ده هيجي من ايه؟ بعدم المساعدة التامة لاسرائيل في العمليات العسكرية، في ارسال المعونات العسكرية، في فتح المعبر وفتح المساعدات الإنسانية، وأيضا العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى. وعايز أقول لحضرتك إن ده أكده التقرير في أربع مبادئ تعكس الرؤية الأمريكية لوضع غزة، هقولهم سريعا. واحد، عدم تكرار انطلاق أي هجمات من القطاع على إسرائيل والعلاقة السلمية بين إسرائيل وجيرانها العرب في المحيط بتاعها، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمان الأمن الإسرائيلي. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس.